بشكر حضراتكم جميعا على وجودكم معنا النهارده، الزميلات والزملاء والضيوف الكرام. من غير ما اسمي اي حد، سعيده جدا بهذا التجمع من القطاع الخاص والمجتمع المدني، من الاصدقاء والزملاء المجتمع المدني ومن شركائنا في القطاع الخاص والحكومه. برحب بحضراتكم جميعا النهارده. الحقيقه احنا متواجدين كلنا علشان نحتفل بنجاح مبادرة شهدنا اطلاقها من عام. مهم قوي المتابعه والاستدامه، وان احنا نحتفي بالنجاحات وان احنا ندي الفضل لاهله. انا عايزه اشكر تحديدا الدكتور اسامه عباس وشركه اوكيديا. حضرتك قلت احنا بنعمل الواجب، بس احنا واجبنا ان احنا نشكرك، لان مش كل الناس بتعمل الواجب، ولان حضرتك بتعمل الواجب في هدوء وبتعمله بفرح وبتعمله عن ايمان. الحاجه الثانيه، الشغل اللي بتعمله هذه الشركه الحقيقه مرتبط بافضل الممارسات فيما يخص المسؤوليه المجتمعيه، لان المسؤوليه المجتمعيه النهارده على مستوى العالم انتقلت من مساله الدعم المالي للمشروعات الخيريه الى مساله دعم المشروعات المتصله بالتخصص الدقيق للشركات. يعني المطلوب في مجال المسؤوليه الاجتماعيه ان شركات العيون تخدم في مشروعات عيون، وان شركات الاي تي تخدم في شركات تنشر بيها تكنولوجيا المعلومات، وهكذا. فالكور بيزنس مهم انه ينتصر بالسي اس ار بتاع الشركات. فالحقيقه احنا في هذه التجربه بنمارس افضل تحقيق اهداف التنميه المستدامه من خلال وضع خطط عمل ترتكز على الحد من الفقر وتحقيق التنميه المستدامه وتوفير المستوى المناسب للرعايه الصحيه، من خلال اتباع اعتماد برامج لحمايه الفئات الاكثر احتياجا. وفي هذا الاطار تأتي التنبيهات القيادة السياسية لكل الأجهزة التنفيذية بضرورة دعم العمل الأهلي وتسجيل كافة الصعاب أمام المؤسسات الأهلية الجادة بدورها في دعم شرائح الغير القادرين، وخاصة في مجال الصحة ومكافحة الأمراض، حيث يهدي الاهتمام بصحة المواطن على رأس وأولويات تلك التوجيهات. إن محافظة القاهرة مستمرة في دعمها المتواصل للعمل الأهلي والتنسيق مع المنظمات الأهلية الجادة بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لبعضنا البعض. يعني التكافل الاجتماعي، يعني تكافل وكرامه، يعني حياه كريمه للمواطنين البسطاء. النجاح بتاع النهارده نجاح وزاره التضامن ووزاره التربيه والتعليم ومؤسسه صناع الخير وشركه اوكيديا بيتزامن مع نجاح سياسي